لا هو النورس تجربة كانت بدينا فيها كاملين، كانت هي داك المحترف اللي هو بالنسبة ليه، بالنسبة لنا احنا اولا من جهة من الناحية الفنية اننا تعلمنا فيه كيفاش نألفوا ونبحثوا في الموسيقى، ومن جانب الأفكار اللي كانت عندنا في داخل الفرقة، وهو كنا كنصنفوا بطبيعة الحال ضمن ما يسمى بالأغنية الملتزمة، وهذا هو موضوع فيه بزاف ما يتقال. الآن مجموعة ديال الأمور تغيرت فيما يتعلق بالتطور ديال الأغنية بصفة عامة، ما بقيناش محصورين فيما يسمى الآن بالأغنية الملتزمة، لأنه كيمكن تكون عندنا الأغنية الساخرة، يمكن أغنية اللي هي متمردة بشكل آخر ماشي بالضرورة، لأن الالتزام كان دائما مرتبط بالقضايا الكبرى مثل القضية الفلسطينية والقضية العربية بما كان يسمى بالقضية العربية، والانعتاق والتحرر من الظلم والقهر وكذا وكذا، مجموعة من الأفكار اللي ماشي بقات بالضرورة نفسها الآن، لأن كاين تحولات وتغيرات. أنا بالنسبة لي الاختيار ديالي الآن اختيار موسيقي، ولكن الالتزام بالنسبة لي كيبقى دائما الالتزام هو المبدأ اللي كنأسس عليه أنا أفكاري الفنية والموسيقية، وهو الالتزام بالجدية بالجودة بالبحث المستمر وعدم السقوط في الرداءة، بالرغم أن هذا الشيء كتخلص فيه لأنك تأدي فيه الثمن، ولكن بالنسبة لي اقتناع ديالي أنني نبقى دائما كنجتهد ونبحث أنني نقدم موسيقى اللي هي كتحترم الذوق ديال الناس، وفي هذا راه فيه التزام. هذا هو المعنى اللي